عموما الآن نقف مجددا وزوايا المراسلين، وهذه المرة من القاهرة وهي زميلتنا طبعا سمر باشات، وهي امرأة أخرى كمان زميلتنا يا أسامة. شايف كيف موضوعنا الأول؟ أول شيء يسعد صباحك سمر، وهناك الجنسية للاجئي مصر، ما القصة؟ صباح الخير يا ريم، وسعيدة بالحديث عن المرأة وحقوق المرأة. ريم، فعلا وافق مجلس النواب مؤخرا، يعني اخيرا امس، على مشروع قانون لتقنين او لوضع ضوابط للاجئين اللي موجودين في مصر، لان في تباين كبير في البيانات. يعني الحكومه كانت اعلنت ان عدد اللاجئين الحقيقيين اللي موجود في مصر وصل لاكثر من 9 مليون لاجئ، ده يعني اكثر من 8% من تعداد السكان، ولكن المسجلين في المفوضيه مفوضيه الامم المتحده للاجئين لا يتعدى 800,000 لاجئ. فده طلع أول، وده يعتبر أول تشريع داخلي لتقنين شؤون اللاجئين في مصر. أهم ملامح القانون ده إن هو إنشاء لجنة متخصصة لشؤون اللاجئين تابعة لمجلس الوزراء. اللجنة دي هي اللي هيبقى ليها الحق في الفصل في طلبات اللجوء. أي لاجئ يوصل مصر مفروض إن هو يخطر هذه اللجنة ويطلب اللجوء في خلال 45 يوم من دخوله، واللجنة بتفصل في هذه الطلبات في خلال 6 شهور، ده في حالة الناس اللي مقيمين بشكل شرعي، وسنة في حالة المقيمين بشكل غير شرعي. وطبعا في أولوية للحالات الإنسانية زي السيدات الحوامل والمسنين والأطفال اللي جايين بدون أسرة واللي تم تعذيبهم، أو يعني أي حالة إنسانية دي طبعا بيبقى ليها الأولوية. اللجنة دي وضعت ضوابط كثيرة، حقوق للاجئين وأيضا التزامات. أبرز الحقوق هي حقوق إن هو يحصل على تأشيرة سفر أو تصريح بالسفر من الداخلية المصرية، حقوق في التعليم وفي الصحة، حقوق إن هو يمارس أي عمل ويمارس الأعمال الحرة، إن هو ينضم للجمعيات الأهلية. وطبعا يعني الالتزامات من ناحيه اللاجئ ان هو يلتزم بالدستور والقانون ولا يقوم باي اعمال تمس الامن العام، ويحظر عليه ايضا الانضمام لاي عمل سياسي او اي حزب سياسي او نقابات، وفي حاله او طبعا اي كان حد داخل وارتكب جريمه في بالخارج تمس السلام او عمل ارهابي بيرفض طبعا الطلب ده. اكيد طبعا. الموضوع الثاني، فاتوره مطعم بوراك تغضب المصريين، ما التفاصيل؟ طبعا السوشيال ميديا كانت مقلوبة اليومين اللي فاتوا على موضوع فاتورة مطعم بوراك. مطعم بوراك المطعم التركي الشهير فتح في القاهرة الأيام اللي فاتت، بلوجرز، فود بلوجرز راحوا زاروا المطعم و طلبوا حاجات وصوروا الفاتورة. فاتورة جت بأرقام كبيرة، فاتورة ب 14,000 وفاتورة ب 21,000. طبعا تباينت الآراء حول هذا، كتير قالوا ده مبالغ فيه وليه، وخصوصا في ظل يعني ارتفاع الأسعار اللي موجود حاليا، ده مبالغ فيه وده فاتورة أو يعني دي مرتب شهر بالنسبة لأسرة. والآخرين قالوا يعني ما تروحوش وانتوا حرين. وأيضا دخل في هذا الجدال المشاهير والإعلاميين، إن قالوا ده مطعم موجود مشهور له شهرة عالمية وبيقدم أكل متميز، إن اللي مش قادر على هذه الفواتير ما يروحش. والآخرين قالوا لا، ما فيش داعي للحاجات المبالغ فيها. يعني كان في تباين وجدل مثار حول هذا الموضوع. دخل فيه برضو يعني امبارح مثلا كانت الفنانة ميرنا راحت زارت وتصورت هناك وقالت يعني أشادت بالمطعم، فيعني جدل كبير أثير حول بداية هذا المطعم في مصر. شكرا لك يا سمر باشات على هذا الموضوع.